معايا على التليفون استاذ احمد ناجي، قائد فريق عمل المتطوعين بحياه كريمه، حول قوافل المساعدات، حول المد الانساني المصري لنجده الفلسطينيين في غزه. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك استاذ يوسف، برحب بحضرتك طبعا. ده احنا اللي بنرحب بيكم واحنا اللي بنشد على ايديكم، ولو انت قدامي اخدك بالف حضن والله يا ابو حميد. ربنا يخليك استاذ يوسف، ربنا يعزك. ربنا يحفظك. قول لنا يعني الاوضاع عندكم ايه الاول، هنتكلم على حجم المساعدات، وصلت احجامها الى ايه دلوقتي، ويا ترى الوضع القائم بتاع قوافل المساعدات عامل ازاي؟ تمام. في البدايه انا زي ما حضرتك قلت، انا متطوع من ضمن متطوعين حياه كريمه في محافظه شمال سيناء. القوافل بدات تيجي بقى لها ثلاث اربع ايام، بدات تتحرك عند المحافظه الصف، بدات تجهز عشان نبدا نتحرك لمعبر رفح. احنا كفريق حياه كريمه ومتطوعين حياه كريمه بقى لنا يومين شغالين بنجهز كل العربيات اللي وصلت، من تغليف، من تعبئه، من حصر العربيات عشان نبدا نتحرك بيها لمعبر رفح. وبالفعل الحمد لله اتحركنا امبارح بالليل على معبر رفح. يمكن كانت الفرحه مش سيعانه جميعا، المتطوعين كلها كانت سواء تحالف الوطن، جميع كل المتطوعين تحالف الوطن، كل المتطوعين، كل شباب سينا، كنا في فرحه غير عاديه. لما كل ما بنقرب على المعبر كانت الفرحه بتكبر اكتر. بفضل الله خدنا خطوه ايجابيه طبعا بمساعده دولتنا اللي طول عمرها محتضنه القضيه الفلسطينيه وطول عمرها سباق في دعم اخواتنا الفلسطينيين بكل الاشكال، مش بيع معاناه بس، لا يعني دولتنا اتعودنا عليها ان هي دايما دعم القضيه الفلسطينيه، ودي حاجه ربنا عليها من صغرنا. فمجرد ما المساعدات وصلت، لا كلنا طلعنا اتحركنا الحمد لله. يمكن اتضايقنا عشان المساعدات لسه واقفه وما دخلتش، فرحتنا الكبيره باذن الله هتبقى لما المساعدات تدخل. الامانه اللي متحملينها في رقبتنا طبعا كمتطوعين، كل الناس استأمنتنا على المعاناه انها تدخل. فرحتنا الكبيره فعلا ان شاء الله موجوده لما نقدر ندخل معاناه ان شاء الله، المعبر يفتح لاخواتنا الفلسطينيين. يا رب يا رب يا رب، ربنا يوفقكم يا احمد، ربنا يحميكم، ربنا يحفظكم، ربنا يجازيكم على اللي انتم بتعملوه ده. احمد ناجي قائد فريق عمل المتطوعين بحياه كريمه، عشرات الاف المتطوعين اللي عاوزين يوصلوا الحياه، عاوزين يوصلوا الحياه لاهالينا في فلسطين.